عسلامة، مرحبا بتلاميذ السنة السابعة أساسي. اليوم إن شاء الله باش ندخلوا للمحور الجديد اللي هو أنشطة في الجبر. باش نشوفوا أول درس اللي هو عبارات حرفية معادلات. كانك أول مرة تشوف الشين يوتيوب متاعنا، ما تنساش تعمل أبوني للقناة باش يوصلكم كل جديد نهبطو بقدر ربي. باش نخدمو تمارين إن شاء الله، تمارين من الكتاب المدرسي وتمارين مقترحين من عندي. أول حاجة خلينا نفهمو عنوان الدرس متاعنا اللي هو عبارات حرفية. شمعنتها عبارات حرفية؟ عبارات حرفية يعني عمليات فيها حروف أ ب س د إلى آخره، عمليات فيها حروف. إذا نأخذ الكتاب المدرسي على صفحة 112 النشاط 4. اختصر العبارة ب في كل حالة حيث أ عدد صحيح طبيعي. ب في كل مرة باش نختصروا العبارة ب، ب تساوي 4، أ مع 12 مع 5 أ مع 3، ب تساوي 2.2 أ مع 11.8 أ مع 12 أ، 3 ب تساوي 0.7 أ مع 5.2 مع أ طرح 3. بي ملاحظة، فما ناس عندها أ وفما ناس عندها ب. دوك اللي عندكم الأ أو كأ، اللي عندهم ب أو كب، خطر المفيد معناه ما فماش تغيير مع في الأعداد الكل. بي لينا كي شنو باش نعملو؟ هذيا ب أو ماجيسكول معناتها هي عبارة رياضية، عبارة رياضية. باهي، أول حاجة باش كيما قلت لكم لو معناها يلزم تاخذوا من نفس الصنف، ما تاخذش مسطرة مع قلم، يلزم مسطرة ومسطرة، قلم وقلم، فهمتوني ولا؟ يعني كيما تاخذ 4 أ، كيما تاخذ 4 أ خذ حاجة معها أ، فهمتوني ولا؟ يعني هنا كيما عندي حاجة معها أ، هاكا عندي 5 أ، اللي هي عملية الجمع تبديلية وتجميعية. نولي نعمل 4 أ مع 5 أ بين قوسين مع 12 مع 3 بين قوسين بيع، هي تساوي به 4 أ و 5 أ، أجمعوا 4 و 5 بجينا 9، 9 شنو؟ 9 أ مع 15. منين جات 15؟ هي 12 مع 3 اللي بين قوسين، مالاش نجي جيني 9 أ مع 15. فما تلامذة، ملاحظة بربي، فما تلامذة يجي يجمع 15 مع 9 من 10 يقول لي كذا مع أ، كذا أ معناه لا تنجموش نجموهم راه كهو 9 أ مع 15 نقطة. باهي، نتعدى البي بي 2 معناها بي تساوي وإلا أ تساوي 2.2 أ مع 11.8 أ مع 2 أ، لأن كي عندي كل من نفس الجنس أ أ أ، فهمتوني ولا؟ كيما يعني تنجم تجمعهم مع بعض. باهي، 2.2 أ باش تستعمل ال ماكش تستعمل هنا كاين الخاصية التبديلية، باش تستعمل الخاصية التجميعية معناها. ماكش تبدل من بلايص، ما حاجتكش بيهم انت تبدل من بلايص، حاجتك الخاصيه التجميعيه باش تحطهم بين قوسين معناها. تحط 2.2 ا مع 11.8 ا بين قوسين مع 2 ا كها، تجمع لي بين قوسين 2.2 ا مع 11.8 ا اللي هي باش تجيك 14 ا، و 14 ا باش تجمعها مع 2 ا. نجم نجمع ولا عندي مسطره ومسطره، قلم وقلم، نجم نجمع من نفس الصنف، ما نخلطش حمص وزبيب، ديما عندي ديما نفس الصنف. 14 مع 2 اللي هي 16، 16 شنو؟ 16 أ كهو. باهي، هي مازالت العملية أ الأخيرة وإلا ب 0.7 أ مع 5.2 مع أ طرح 3. نخليكم تحاولوا فيها وحدكم، عندكم الفرصة والإجابة في التعليقات. إذا نتعدى للنشاط 6 في نفس الصفحة. باهي، انشر ثم اختصر كل من العبارتين التاليتين حيث أ هو عدد صحيح طبيعي. في كل مرة باش تستعملوا خاصية النشر. بينتما في أول عام قريتوا نشر وتفكيك. النشر يعني عندك باش تنشر، باش تشوفوها في التمارين. 3 2 مع أ بين قوسين، باهي كيف نقرا كيف ما هكاش، نقراها كيف ما هكا، أنا نقراهاش كيما هكا، مانيش نقول 3 ضرب
اثنين مع ا بين قوسين مع خمس، على خاطر هو علامة الضرب. بالنسبة الى علامة الضرب راهو ساعات يكتبها لكم كيف ما يكتبها لكش، كيف ما هكا مثلا ما راهي عارف راهي ضرب توني ولا ب اربعة ضرب ا مع خمسة بين قوسين مع ثلاثة ا ب، باش ناخدو هذوما زوز. نبداو باللولة اللي هي ثلاثة ضرب بين قوسين اثنين مع ا مع خمسة. كيفاش نخدمها هذه؟ باش نخدمها بالنشر، باش ننشر الثلاثة باش ننشرها بالطريقة هذه. باهي لهنا كي باش نستعمل كيما قلت لكم النشر، النشر انك باش تخرج سهم من ثلاثة وتمشي تعمل ثلاثة ضرب اثنين ثلاثة ضرب ا توني ولا باش تعمل النشر ثلاثة باش تنشرها. باهي معناتها شنو باش تجيني؟ باش تجيني تساوي ثلاثة ضرب اثنين مع ثلاثة ضرب ا. انتوني كيما خرجت لكم توسومة مع ثلاثة ضرب ا ومع خمسة تبقى كيما هي. باهي اول حاجة ثلاثة ضرب اثنين مش ستة، هي ما لا تساوي ستة مع ثلاثة ا تبقى كيما هي مع خمسة هكا ولا تساوي بين قوسين. باش نستعمل خاصية هنا كي عندي جمع، باش نستعمل الخاصية التبديلية والتجميعية، باش نستعمل تبديلية وتجميعية في نفس الوقت. شنو باش نعمل؟ باش نبدل البلايص، باش نحي ديك الثلاثة ثلاثة ا نحيها على جنب ونهز الستة مع خمسة. ستة مع خمسة نحطها بين قوسين نجمعها مع ثلاثة ا. ملاحظة فما تلين ذا راهو يخرج السهم من ثلاثة ويبقى هكاك ينشر على العباد الكل، راهو وين يحبس القوس نحبس انا على النشر، معاش نزيد ننشر معناه توني. باهي ستة مع خمسة اللي هي 11 مع ثلاثة ا ونعمل بوان اكهو، معاش نزيد حتى مجاش نجمع 11 مع ثلاثة ا توني ولا. ناخذ تمارين مقترح، نبداو بالتمرين عدد واحد. انشر واختصر العبارات التالية. ا هي تساوي، راهي ماهيش انا نسيت ما كتبتش تساوي، راهي ا تساوي ريتو بين الأ والثنين فما تساوي، تساوي اثنين ضرب بين قوسين أ مع اثنين مع ب بين قوسين أ طرح واحد. ب تساوي اثنين أ مع خمسة ضرب بين قوسين ب مع ثلاثة مع ثلاثة أ. سي تساوي خمسة ضرب بين قوسين، ما عنديش علامة كي ما نلقاش علامة راهي هذيك ضرب، ضرب بين قوسين اثنين أ مع ثلاثة ب مع اثنين بين قوسين أ طرح ب. دي هي تساوي اثنين مع ب بين قوسين ضرب سبعة مع أربعة بين قوسين ب طرح ستة. ب نبداو نخدمو الأ. ب بالنسبة للتمارين هذه نستناكم باش تجاوبوني عليه في التعليقات، جاوبوني على الا والبي والسي والدي. دونك تنجموا تبعثوها لي على الباج فيسبوك نتاعنا، تخدموها في ورقه وتصورها وتبعثينا خدمتك. وتنجم زيادة اذا كنت تحب تهبط استشارات اي حاجه تنجم تهبطها على الجروب فيسبوك نتاعنا، الرابط في صندوق الوصف بيان سور. باهي بالنسبه للكوريكسيون اصلاح نتاع التمارين هذوما موجود اللي تشوفوا فيه توا، هذاك تلقاوه في الجروب بتاعنا هبطته لكم. تنجموا تعملوا عليه طال الاصلاح، وتوا نعمل لكم فيديو في وفيديو وحده، نقعدكم نعمل لكم تمارين فيه فيديو وحده في معناها فيه معناها كوريكسيون ديكزرسيس كيما هكا كوسوسوا نتاع الكتاب المدرسي نتاعكم والا تمارين مقترح. باهي في التمارين هذوما باش تسهل عليكم شويه انكم باش تستعملوا النشر. اذا كنت تحبوا كيما قلت لكم تمرين بالواضح تلقوه في الجروب فيسبوك. باهي باش تستعملوا النشر باش تنشروا كيما وريت لكم انا في التمارين في النشاطات معناها اللي قبل موجودين في الكتاب المدرسي. باش تستعمل النشر وان شاء الله تو نهبط لكم فيديوهات فيهم تمارين بالصحيح. قبل ما نخرجوا من الفيديو نفكركم باش تعملوا ابوني للقناه باش يوصلكم كل جديد نهبطوه،